السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الكرام، حياكم الله تعالى إنما كنتم. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. اليوم كما تشاهدون معي في الفيديو راعي الأغنام كالعادة، اليوم بغيت ندير واحد التجربة إن شاء الله، وكنتمنى تصدق ومية في المية بمشاورة بعض الأصدقاء أنها ستنجح إن شاء الله تعالى. هو أنني سأقوم بحفر غار في هذه الجبال لكي أصطاد طردا من النحل، وإن شاء الله ستشاهدون معي الفيديو بالكامل، تابعوا معنا. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة ادعمنا بلايك واشتراك كي تنضم إلينا، وشكرا. أصدقائي الكرام، كالعادة إن شاء الله سأقوم بحفر غار إن شاء الله تعالى هنا بهذه العتالة، وإن شاء الله سيجدي نفعا هذه الطريقة، تابعوا معنا. أصدقائي الكرام، سأحفر إن شاء الله تعالى غار هنا. ها هي الغنم هنا ترى في هذه المناطق الجبلية، وإن شاء الله أتمنى أن يكون خير إن شاء الله وأصطاد طردا من النحل. أصدقائي الكرام، على هذا الشكل إن شاء الله سيذهب الغار، وأتمنى من الله أن أصطاد طردا من النحل أو خالية من النحل، وإذا اصطدت سأوريكم في فيديو إن شاء الله. تابعوا معي إلى نهاية هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تدعمونا بلايك وشكرا. كما تشاهدون أصدقائي الكرام، ها نحن قمنا من انتهاء من الحفر، لا يزال لنا إلا تغطيته من هنا من الفوق. هو كبير تقريبا كما تشاهدون، شاسع للنحل إن شاء الله. نتمنى من الله أن يجلب طردا من النحل. كما تشاهدون أصدقائي، بعدما قمت من حفر الغار وانتهاء منه، جلبت هذه الأشياء لكي أقوم بسد هذا الغار بالكامل من فمه بالقصب، وهذا إطار ممطوط أو إطار قديم للنحل لكي يجلب النحل وبه رائحة رائعة للنحل. سأقوم بغلق هذا الغار من الأمام، وأيضا أصدقائي سأستعمل هذا الدهان، إن اسمه دهان أبيجار، سأدهنه على هذا الإطار إن شاء الله لكي يجلب النحل، لأنه دهان يستعمله النحالون لجلب طرود من النحل. سأقوم بدهنه من هنا ومن هنا، وسأقوم بلصق هذا الإطار داخل الغار، وسأقوم بغلق الغار، وسيبقى ثقب صغير في الغار، وستكون إن شاء الله طريقة ناجحة. ها أنا قمت بإدخاله إلى الغار، سيأخذ هذا المنحى وهذا الشكل، وبعدها سأقوم بتغطية الغار. ها أنا قمت بغلق الغار من جميع اتجاهات، ستبقى له هذه الثقبة لكي يدخل النحل إن شاء الله إذا نجحت هذه الطريقة واصطدنا طردا من النحل. سأقوم بتغطيته وتمليسه بهذا التمن والغيس، طريقة تقليدية. ها هو الشكل الأخير من هذا الفيديو، وهذه هي الطريقة. بعدما سيقوم بنشف من نشف هذا الغيس إن شاء الله سأصطاد طرد من النحل إن شاء الله. إن كان مكتاب شيء طرد سأصطاده. أصدقائي الكرام، أصدقائي أدعوكم إذا أعجبكم هذا الفيديو أن تشتركوا في قناتي إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة، وأن تدعمنا بلايك. أريد حلمي أن أصل ل10,000 لايك في فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعونا في لقطات لغار آخر. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.